أنا المزارع عبد الحكيم محسن عبد الله الناهمي من قرية بناهمي عجلة مساء محافظة صنعاء. ميزة البن عندنا في حراز لأن القلسة هي يعني لها عدة أنواع. عندنا النوع الذي هو الممتاز الذي هو الجفيني. وعندنا يعني إحنا نهتم بزراعة الجفيني بالنسبة الأكثر. البن عندنا في منطقة حراز وخاصة قرية بناهمي متأصل من قبل 400 عام. إحنا الوحيدين في قضاء حراز الذي قلعنا القهد وبدلناه بشجرة البن. البن عندنا لأنه أجود بن في اليمن كامل، وأجود بن لأن التربة عندنا تربة لائقة لزراعة البن. وتعد يعني منطقة حراز من أكثر يعني إنتاج البن بكثرة. يعني نهتم حتى بالمشتل، نجي ننقل المشتل، نجي ننقو يعني من البنة يعني الذي هي يعني متوسط العمر والحجم الكبير، لكي نجي ننقو وذيك الساعة ونفعل نسمى عندنا كبايس، مشتل يسمى، احنا نسموه عندنا كبيسة. نجي نذره ونهتم به ونسقها ما قدي يعني بنت سنة سنة ونص، ويعني نقولها إلى الحق نقرصها ونهتم بها. كان تعامل التجار من قبل يعني كان يجي يشتروا مننا الكيلو لا 800 ريال، يعني وكان يعني يجرجر الزلط يعني المزارعين، لان عندنا حالتهم حاله كان يجروا يعني من الذي هم التجار. واذا يجي وقت الموسم يعني يحاسب يعني على كم ما شهر، لكن لما جري يوم جاءت شركه القمه يعني دعمت المواطن والمزارع، طلع بعض الكيلو الى 4000. المزارع اهتم بزراعه البن ويعني فائده. يعني نقدم شكرنا لشركه كهرمان الذي تعد من اكبر شركات في الشرق الاوسط، ونعدهم بكثره الانتاج وتحسين المحصول. ونشكر شركه القمه منا كل الشكر والاحترام والتقدير، لانهم رفعوا يعني همة المزارع، ولهم مننا كثير الشكر والتقدير.